تعرفوا اللي عندنا الشهر التالي كنا في وضعية حرجة، في وضعية خطيرة. نكدلكم اللي ليلة العيد شهرين وما لقيناش حلول، الحلول انعدت. واليوم بفضل الله يعني جانا المنتشر هذايا وعطانا كما نقولوا أمل كبير، أمل كبير باش نبداو نبنيو من جد الجمعية على قاعدة صحيحة. وكما نثمن أن الأوبجيكتيف اللي قدمهم في هيكل اللي هما مهمين، دول الأوبجيكتيف اللي بيهم الفائدة اللي هي الهيكلة نتاع النادي، وخاصة زاد الأمان الشمل، لأن اليوم نسينا من الانقسامات، راهي الانقسامات عطاتنا تعب كبير ومجهود كبير وقاعدة النتائج الرياضية توخر، وإحنا مانيش قاعدين نقدموا، الجمعيات فاتتنا، يزيدنا اليوم ماذا بينا الروتار نتاع أنا نقول من بعد الرباعية. عندنا 30 سنة واحنا تعبين، يعني صحيح نهزوا البطولة ولكن نقعدوا 10 سنين و 36 يدينا هذا تعبنا ولا تو كيما تقول واحد كبر ماذا بينا ينزل العمر اللي بقى الاخر نشيخوا فيه شوية. 30 سنة وانا تعبين نقاسيو، ماذا بينا نقفوا مع بعضنا، يدينا نلموا الشمل، راهي كلمة كبيرة لمن الشمل، يدي من الانقسامات. واليوم كي جانا منتشر ما تمناش نعملوا عليه برشا. اليوم شفتوا السوسيوس ونزيد نثمن اليوم نشكر هيكل لان قاعد يدعم فينا في السوسيوت، لان السوسيوت راهو ماهيش كيما نقولوا جمعيه بعيده عن النادي الافريقي، راهي جمعيه تولدت من رحم لطخات، يلزمنا اليوم ندعموها. اليوم كي انا نلقى واحد موجود اديرون في الجمعيه ومش اديرون في السوسيوت راهو نقول له ما تحبش النادي الافريقي. اليوم اللي يحب النادي الافريقي لازم يكون منخرط في السوسيوت، لازم نساهموا الكل في الفيرمون بيرمانون باش نجموا نقدموا، لان فهمت معناتها هيكل اليوم باش يعطينا الفورماسيون ان شاء الله احنا نتلهوا بها، يعني ندعموها من ناحيه البنيه التحتيه وزاد الاطار الفني اللي مش يقوم، لان اليوم مش معقول تلقى ساعات مدربين يدربوا في الصغار وهما مش خالصين وموجوده الحكايه هذيا وفما العشوائيه وفما اللي مش لاهيه بها. ونشوفوا اليوم راه ما نجمش كما قال لا بيرينيتي دو كلوب باس بار لا فورماسيون. يلزمنا دابور في البلان فينونسي يلزمنا تبدا السوسيوس نتاعنا مليح وتزيد سور البلان فورماسيون، هذاك انا اللي راكب اسيوري لا بيرينيتي. ما نجموش نقدموا بالنادي الافريقي بالشكل ما عندناش ولادنا هما اللي يعرفوا بالمليون ونجيبوا ولادنا من يوم صغار نكونوهم، لان اقل توا جوا بتجيبوا يكلب بالمليارات، وهذاك اللي خلانا تعبين. اليوم حاجه اللي باهيه اللي اليوم نجمنا نشوفوا بالمستشفى هذي اللي الانطلاقه باش تكون ان شاء الله رياضيه تكون باهيه ان شاء الله مع المدرب هذا اللي جاي جديد، لان شفته يخدم في خدمه باهيه ان شاء الله تشوفوها بعينيكم، وان شاء الله هذه تكون الانطلاقه من الناحيه الرياضيه. ولكن يلزمنا ما ننساوش من الناحيه الماديه نعملوا على ذراعنا، يعني اليوم نطلبكم ندعو الناس الكل باش تنخرط في السوسيوس، وعندنا جلسه عامه لو 24 نطلبكم الكل باش تحضروا ونطلب الاداره تكون موجوده، لان ان شاء الله تكون الانطلاقه الحقيقيه نتاع السوسيوس بالجلسه العامه هذه الجايه لو 24 بنهار الثابت في الموفامبيك في جامار. ندعوكم الكل باش تحضروا الجلسه هذه، وان شاء الله انا راك انا الخير الجاي في النادي الافريقي وكاو. نتكلم انا باسم التحالف من نجم النادي الافريقي. نحب ان نواصل في نفس الكلام اللي تحدث فيه الدكتور محسن الترابلسي، راه لازمنا نكونوا واعيين الناس الكل، راهي هذه اخر فرصه لينا كنادي الافريقي باش تكون نرجعوا جمعيه تهز الالقاب وتكون منظمه يكون عندها اشعاع داخلي وطني ودولي. هذه الجلسه العامه نسميها جلسه العامه نتاع الفرصه الاخيره، ومسؤوليه الجميع، مسؤوليه المسؤولين القائمين، مسؤوليه الجمهور، ومسؤوليه كذلك الهياكل والجمعيات المحيطه بالنادي اللي تلعب في دور. وفي الاطار هذا انا نحب نعمل ملاحظه يعني لطيفه للتقرير الادبي، عرج على شبكة الجمعياتية وذكر كان جمعية واحدة اللي هي سوسيوس، في حين أن فما جمعيات قائمة وعندها دور فعال في النادي الإفريقي وهذا مشهود به، كما تحالف، كما رابطة حبال النادي الإفريقي، كما جمعية قدماء النادي الإفريقي، الكل يلعب دور من موقعه في خدمة النادي الإفريقي. وبالتالي الفكرة أنه ديما نقولها ونعاودها، راهي الجمعيات والهياكل المحيطه بالنادي الافريقي كيما النهر الكبير، النهر الكبير هو النادي الافريقي والروافد نتاعو هي الهياكل والجمعيات المحيطه به، هي اللي تغذي في النهر الكبير، هي تجي تردم يعني رافد من الروافد، كانك يعني الغيت
تغذيه الـ 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 يعني الـ النهر الكبير هو النادي الافريقي. حاجه اخرى، فما احنا نحكي بمنطقه التكامل. الان السوسيوس يلعب دور، هو يعني يقدم تعبئه موارد ماليه لصالح النادي لخدمه مشاريع بنيه تحتيه وشبان. التحالف دوره الان اللي باش ياخذه هو يكون هيئه تفكير، لجنه تفكير، ثينك تانك داخل النادي، وهذا عمل مهم. راهو ما فماش كان فلوس، راهو حتى الافكار تجيب الفلوس كي تبدا افكار صحيحه وكي تبدا فما متابعه وفما ايمان بها. ونحب نستغل الفرصه هذه باش نشكر سي هيكل تخيل، مش قدام وراه، لانه انسان امن بالفكره وامن بالطاقات ويشارك كل الناس، يشارك فيها ويستمع للافكار. وحاجه في الاطار هذا، في الاطار الاداري، نحب نقول راهو جيد قدم عرض سي هيكل الرئيس، قدم عرض على الهيكلية الجديدة للنادي الافريقي، هذا شيء ايجابي، لكن ما يكفيش هذا. اعطيني شنو هي اليات المراقبة والمتابعة بالنسبة للهيكل الاداري؟ لازم يكون عندي هياكل تراقب وتتابع عمل ومشاريع والإدارة، لازمنا تكون واضحة هذه تكون. وفي الإطار هذا يقول لي مش عارف أنا، أنتم الجلسة العامة هي سيدة نفسها، أنتم اللي تقرروا، راه المنخرطين هم اللي قرروا. راه ممكن احنا نطالب أنه يكون تنقيح في القانون الأساسي للنادي الإفريقي، إذا أغلبية المنخرطين خذوا القرار هذا. الجلسة العامة سيدة نفسها، حتى حد ما قرر إلا أنتم المنخرطين. ولهذا احنا نحب هياكل، يعني تكون آليات متابعة لتنفيذ المشاريع الإدارية والإصلاحات الإدارية. وبارك الله فيكم. شكرا.